الشوط بين الشوطين، ومن بعض التغييرات اللي عطاو اكل وهذا قيمة يعني الملعب التونسي ورشيد بشري الثري. اليوم احنا ناقصين اشرف وناقصين يونس مزهود، عندنا لاعبين مازال كيراجعوا كيما المصراتي مازال ناقصين كومبيتيسيون، لكن الحمد لله كيما تعرفش تلعب بالبي تعرف. كلام هادي كان معانا لطفي السبتي في انتظار الحصول على تصريح من السيد شكري المجاوي. مثال صحته كان ماذا بينا اكيد جدا شكري المجاوي يكون معانا حاضر. اذا شكري المجاوي المهم نشوفوا اي طرف في الملعب الافريقي لمنزل بورقيبه هذه قدامكم ابرز اللقطات. تفضل عماد. الملعب التونسي الناطق الرسمي للملعب التونسي انتصار جميل اليوم وثلاث نقاط تخلي ملعب التونسي في مراهن بجديه على الصعود. والله الحمد لله نشكر القناه على تصوير المباريات هذه لانه مهم جدا المقابلات كما هذه في الرهان هذا انها تتصور، لكن الاهم انه مباراه كما تبدا في روح رياضيه كما تبدا ان شاء الله في روح رياضيه. نحن عاقدين عزم السنه ان شاء الله باش نقدموا مرضي وعاقدين عزم اننا نرجعوا لبلاصتنا في اليوم الكرة شفتوا المباراة 90 دقيقة الأولاد ما هبطوش إيديهم الحمد لله بركة لو فيهم اللاعبين بركة فيهم المدرب وشكرا لفريق مزبور بورقيبة اللي قدم مباراة محترمة وعلى روح رياضية بركة لو فيكم. مهدي في انتظار حصول على تصريحات من ملعب الافريقي المنزل بورقيبة. شكرا عماد، فرحة كبيرة فرحة كبيرة للملعب التونسي بانتصار مهم جدا بما انه الملعب التونسي انتصر في مقابلته. تفضل عماد. تفضل خويا. معنا بيرم التونسي لاعب الملعب الافريقي المنزل بورقيبة. بيرم هزيمة قاسية وضربة جزاء في الدقائق الأخيرة بالرغم من المردود الجيد. الحمد لله كريت على ماتش كامل معناها كنا بريسك معناها بريسك فرد نيفو احنا مسافرين الحمد لله عطينا مع عندنا خويا مانيش حاسمين كان الماتش الكل باش تفكرنا هكا خويا احنا ما عندنا حتى مشكل جايين احنا نلعبوا في كوره كان كل ماتش تفكرنا تروح بالاربيتراج سيرش خليه ياخذوا الماتش معنا حتى الحمد لله احنا خويا كان ياخذوا حاجه ناخذوها بدريعنا اكريت حتى امور كوره قتلنا خويا عملنا اللي علينا غالب طيحهم علينا في الاخر. بايرن مهدي كما تشوف احتجاجات من قبل الملعب الافريقي المنزل بورقيبة على التحكيم ومعانا لاعب من الملعب التونسي اللي سجل هدف تقريبا هدف ثمين هدف ثمين اليوم اللي ما نسلتوه باركور في الدبيتا باركور معناها ماتش نتاع سي بوان الحمد لله خاطر اليوم عملنا نقولوا عملنا ماتش متوسط برشا وقت اللي لازمنا ما نكونوش في فورم لازم نربحوا هذيك هي الكوره الحمد لله معنا عطينا الاخر وجيت فيكتوار الحمد لله. شكرا مهدي كان معنا صاحب هدف الانتصار والكلمه ليك مع انيس بوجلبان على قناه ام تونيزي. يعطيك الصحه والمجال مازال مفتوح ليك عماد بن فرج زميلنا الصحفي في لقاء امن لنا منذ انطلاق المباراه في التصريحات قبل وما بين وما بعد المباراه بالنسبه للملعب التونسي والملعب الافريقي لمنزل بورقيبة اذا كان عندك حاجه جديده ما يسالش تتدخل في كل وقت. عماد مهدي كان فما تصريحات ان شاء الله فوق. شكرا عماد. دونك هدف مقابل صفر لهنا في مباراتنا الملعب التونسي في حمد لم في انتصر على الملعب الافريقي المازل بورقيبة واحد بلاش سليم جديد بضربه جزاء في 95 مدنين ينتصر على جربه هدف مقابل صفر بوندو لامي الدويلي مستير الاتحاد المؤسسي يفوز على سبورتينغ بن عروس 2-1 اهداف زياد مشموم وليد الهجري في 91 للمونستير. المباراه يبدو انها ما زالت فيها ثواني المقابله هذه 2-1 للاتحاد المنستيري ضد بن عروس هدف بن عروس احمد الشعالبي في 27 دونك الانتصار هذا يانيس في كلمه يخلي الملعب التونسي متصدر بست نقاط.